كانت شاهدة على حب من القاهرة هنا دمشق، فقديما قال السوريون من دمشق هنا القاهرة، فوحدة الأرضين وإن كانت لظروف سياسية لم تكتمل، فوحدة الضمير والإنسانية والمصير تكمل طريقها لإغاثة كل مكلوم ومظلوم. فمصر ليست مجرد وطن بحدود، لكنها حدود مفتوحة للبشرية كلها. جولة داخل أحياء يقطنها السوريون في مصر، جولة كانت شاهدة على حب السوريين لوطنهم الثاني مصر، بعدما أصبح لديهم مشاريعهم الخاصة ومستقبل يبشر بالخير. ما علينا غير الحب والود أهل يعني من الحكومة ومن الشعب بكل مجالاته، ولحد الآن نحن عايشين بأمان ونحن كأنه أصحاب الأرض، هذا إحساسنا، وفعلا نحن عم نحكي هذا الكلام من القلب. يعني جزا الله عنا يعني الحكومة وشعبا مصر كل خير، والله العظيم نحن نحبكم في الله. 7 سنوات هي عمر قيس في مصر هو وعائلته، فكان تاريخ البلدين وازعا ومحرضا على الانتقال إلى أرض الكنانة. والله شعب طيب ومتضامن، يعني من زمان، يعني أيام الوحدة، من أيام الوحدة بين سوريا ومصر، سوريا ومصر بلد واحد، حتى قد ما بعدت المسافات بينهم شعب واحد بإذن الله. الدولة المصرية وحرصها على تقديم الحقوق للسوريين وكأنهم مصريين ما جعلها متفردة بخصائص تختلف عن دول العالم. اليوم اللي انت تكون البلد فاتحة لك بتعاملك زي المواطن المصري، بنتأجر شقق وتشتغل زيك زيهم، المعاملة زي المواطن المصري، غير لما انت تروح تدخل اي بلد عربية تلاقي نفسك لاجئ ولا محطوط في خيام في عز البرد، وربنا يصلح الحال بالأول والآخر. الدولة أحسن من غيرها، عشان كده نحن اخترنا نجي عليها، لأنه يعني نعتبر مثل بعض زي بعض، ما فيش فرق بيناتنا. فترة رنوا علي عشان روح طعمها، يعني هن رنوا علي عشان إنه إيه تطعيمها، ظروف تطعيمها إيه، والله كويس وشكرتهم، هن قالوا شكرا إنك أنت معانا. وعلى الرغم من بعض الدعوات التي أثارها البعض ضد السوريين، لكنها قبلت بأخرى أكثر شراسة للترحيب والتأكيد على أن السوريين أصبحوا جزءا من المجتمع المصري. والله احنا يعني دي مبادرة خير من الشعب المصري، يعني لما شفنا المبادرة دي بتاع هاشتاج السوريين منورين مصر، احنا فرحنا قوي، يعني الحمد لله احنا دي عشمنا بيهم، يعني ونحن متوقعين من الشعب طيب زي المصريين يعملوا كده معنا، الحمد لله. والشعب المصري يعني جواد، هو يعني قدم اللي عليه وزيادة، وطبعا المعاملة دي يعني ما تقدرش بتمن. أواصر التاريخ والطباع والمحبة بين البلدين حكومة وشعبا جعلت الاتجاه إلى مصر من السوريين وكأنهم في بلدهم وما يزيد. رمضان المطعاني لبرنامج مراسل النيل.